أمتنا العربية ومصر بالأخص الذي صنع حضارتها في الماضي منذ الفراعنة هو العلم. ولعلكم تذكرون البيت الأثير الشهير لأحمد شوقي في تكريم طلعت حرب حين قال: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. الجهل هو الذي أدى بنا إلى التطرف والعنف. غياب التفكير العلمي أدى إلى التعصب وإلى العشوائية والارتجالية وكرس التخلف فيه. السادة الأخوة الأعزاء الزملاء، قادة كلية الآداب جامعة عين شمس، السادة الأخوة الأعزاء الزملاء، ضيوفنا وضيوف جامعة عين شمس وأصحاب البيت، قادة مدينة زويل لعلوم وتكنولوجيا وجمعية أصدقاء مدينة زويل لعلوم وتكنولوجيا، السادة أعضاء التدريس المشرفين، أبنائنا الطلبة والطالبات، أعضاء هذا الملتقى الجميل. الحقيقة شيء بيسعد جامعة عين شمس ويشرفها أن طبعا هذه المبادرة العظيمة، مبادرة ساينس، كتعاون ما بين جامعة عين شمس مختلف كلية الآداب إحدى كلياتها العريقة ومدينة زويل في العلوم والتكنولوجيا. والحقيقة لما اتسألت في وسائل الإعلام قبل ما نطلع لحضراتكم عن مغزى إن كلية الآداب وليس كلية الطب أو الهندسة أو العلوم أن تلتقط هذه المبادرة، قلت لهم ده اللي يثبت زي ما معالي العميد قال وحدة العلوم. مفيش حاجة اسمها علوم نظرية أو علوم كلية نظرية وكلية عملية، الكلام طبعا ده كلام يعني لا معنى له، هناك علم وله مبادئ وطرق بحثية ومنهجية، ولكن هناك علوم تطبيقية وأخرى إنسانية، هناك علوم المخرج بتاعها بيكون في صورة معادلة أو اختراع أو تجربة، وهناك علوم أخرى المخرج بتاعها بيكون استبيان أو استقصاء أو نص أدبي أو قطعة شعرية أو إلى آخره. في النهاية نخضع دائما لوحدة المعرفة ووحدة العلوم. ولعل أديبنا الكبير فيلسوفنا العظيم الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود كتب مجموعة كبيرة جدا من المقالات والكتب في شأن عدم التفريق ما بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية.